بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. هذه الآية آية ملفتة، وآية ثانية في نفس القصة، يعني في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وهي قوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. هم آية ملفتة. تفسير الآية الثانية والظاهر الآية الأولى كلاهما ملفتان. أما الآية الثانية قال: قد أجيبت دعوتكما، خطاب إلى موسى وأخيه هارون. الله تعالى قال لهما: إن دعاءكما في حق فرعون وقومه قد أجيب، قد أجيبت دعوتكما، لأن موسى وهارون دعيا على فرعون وقومه بالهلاك وإنقاذ بني إسرائيل منهم. هذه الآية وردت في القرآن الحكيم وفي تفسيرها أن استجابة دعاء موسى وهارون، استجابة دعائهما كانت بعد 40 سنة، يعني أن الآية قالت: قد أجيبت دعوتكما، قالت الآية هذا الشيء قبل 40 سنة، وانطباق الاستجابة كان بعد 40 سنة. إني أطلب من الله سبحانه وتعالى دارا مثلا، والله يقول لي: قد أجبت دعاءك. حسنا، في أي وقت يعطيني داري؟ بعد 40 سنة. هذه الآية بمعونة تفسيرها أن الله استجاب دعاء موسى وهارون بعد 40 سنة. لماذا؟ الله قادر في نفس اللحظة. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله قادر، لأنه سليمان طلب عرش بلقيس. عرش بلقيس الذي طلبه سليمان كان عفريت من الجن هناك. العفريت من الجن قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قبل أن تقوم من مقامك، يعني الآن قاعد، ظهر تقوم من مقامك تروح على أشغالك، أنا إلى قبل الظهر آتيك بعرش بلقيس. بينما كان إنسان آخر جالس وهو آصف، قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني أنت يرتد إليك طرفك، يعني شنو؟ يعني عينك هناك، تريد أنه عينك تردها إلى نفسك هالشكل، هذا من قبل أن يرتد إليك طرفك. الطرف في لحظة، فجأة الله يقول: فلما رآه مستقرا عنده، يعني بمجرد ما نظر سليمان وإذا العرش موجود. الله قادر على هذا الشيء. لكن في هذه الآية لاحظوا، الله تعالى يقول: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. المفسرون يقولون بين هذه الآية إجابة الدعوة يعني، وبين تطبيق إجابة الدعوة 40 سنة.
لماذا هذا الشيء؟ بالنسبة إلى الآية الثانية صريح القرآن. الآية الثانية إن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، هم ما استجابوا وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. الله قال كما في القرآن، قال فإنها، يعني هذه الأرض المقدسة، محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 سنة بنو إسرائيل كانوا تائهين في السيناء، وبعد 40 سنة دخلوا الأرض المقدسة. 40 سنة هناك من أول دعوة موسى إلى تطميس فرعون، 40 سنة ثانية بعد تطميس فرعون إلى دخولهم الأرض المقدسة. لماذا 40 سنة واربعون سنة؟ الجواب جيلان لازم يتبدل. الجيل الأول الإسرائيليون الذين اعتادوا اضطهاد فرعون حتى يصبحوا مؤهلين لتسلم الحكم، 40 سنة كان يحتاج حتى هذا الجيل كله يروح، جيل جديد يأتي، جيل 40 سنة، أكثر الجيل 40 سنة، لأنه جيل 35 سنة، 30 سنة، أكثره 40 سنة. الجيل السابق يروح، يعني إذا الآن أنت ذهبت إلى طهران أو بغداد أو الكويت تشوف أشخاص الذي تراهم في الشوارع وفي الوظائف وفي المؤسسات وفي كل شيء، هذول عمرهم 40 سنة، 35 سنة، 42 سنة على حوالي، أكو شيء ب50 و60 قليلون. الآن تعال الليلة صلاة جماعتي شوفه، أكثرهم أقل من 40 سنة، أكو ناس قليلين. الجيل السابق الذين عاصروا فرعون وهؤلاء كانوا اعتادوا الاضطهاد، هذول ما كانوا صالحين لتسلم الحكم، لأن موسى إذا أراد أن يبدل فرعون كان يحتاج إلى جيل يتسلم الحكم، أولئك ما كانوا مؤهلين لتسلم الحكم. هؤلاء الجيل ذهبوا، جاء جيل صالح لتسلم الحكم. وفي ذاك اليوم الله في قصة قصيرة أهلك فرعون، وكلكم تعلمون القصة، قصة البحر. هؤلاء استقلوا، تسلموا الحكم، لكن هل هم صالحون؟ تسلم الحكم شيء، لكن هل هو صالح؟ 40 سنة آخر احتاجوا حتى يتأهلوا لتسلم الحكم، ولذا قال فإنها محرمة عليهم، ما كانوا مؤهلين لتسلم الحكم. يعني إداريين، أن يكونوا إداريين. الواقع الآن قبل شهر محرم، وغالب الأصدقاء يذهبون إلى مختلف التبليغات، كما أن كثيرا منهم لم يرجعوا بعد عن الحج. هذا الشيء الذي نقوله نحن إنما نقوله انطلاقا من المنابر ومعاشرة الناس في محرم الحرام. مشكلتنا نحن المسلمين ككل، أخذا من باكستان إلى أندونيسيا، ما هي مشكلتنا التي بسببها بقينا تحت الاستعمار والاستثمار؟ نحن الآن البلاد الإسلامية لا شك إنها تحت الاستثمار وتحت الاستعمار، وكل شخص يعرف هذا الشيء، من الرئيس الأعلى في أي دولة إلى طالب المدرسة في الابتدائية يقول نحن أمة مستعمرون. لماذا هذه المشكلة موجودة؟ ومن الممكن أن يكون هناك في 800 مليون مسلم، لعله 1 مليون 2 ملايين هؤلاء المتسلمون لأزمة الحكم في البلاد الإسلامية، لكن البقية أين؟ مشكلة المسلمين الوحيدة عدم الكفاءات، كفاءات مو موجود. إنسان لا يعرف البناء، هل تسلم له بناء؟
تعال الآن جيب 1,000,000 إنسان لا يعرفون بناء هذه الغرفة، بمليونهم لا يتمكنون بناء غرفة كفاءة ماكو. أما جيب فرد مهندس يعرف بناء الغرفة يبني لك 1,000,000 غرفة، لأن ذاك فيها كفاءة، هذول 1,000,000 ما فيهم كفاءة. نحن كفاءات مو موجودة عندنا، مو بس في رؤساء الحكومات كفاءات مو موجودة، أبدا في الشعوب ماكو كفاءات موجودة. ويشتبه من يظن أن في الشعوب كفاءات موجودة. إذا كان الشعب فيه الكفاءات، الحكومة أفراد من الشعب، كيفما تكونوا يولى عليكم، لا شك فيه. إذا كفاءات مو موجودة في المجتمع، نفس هؤلاء يصلون إلى الحكم ويصبحون وزيرا، يصبحون رؤساء جمهوريات، يصبحون سفراء، يصبحون مدراء، يصبحون شخصيات بارزة، ما عندهم كفاءات. الإنسان الذي ليس عنده كفاءة هذا لا يتمكن من إدارة الأمور. وهناك إنسان عنده كفاءة في الغرب وفي الشرق، ولهذا يستثمر هذا الإنسان الذي ما عنده كفاءة. أكو الآن في الكويت فرد رجل شيعي عنده شركة، الشركة فيها 7,000 عامل، كيف تمكن هذا الرجل الواحد أن يسخر 7,000 عامل؟ لأن هذا الرجل فيه كفاءة وأولئك ما فيهم كفاءة، ولهذا هذا سخرهم يستثمرهم. وفي شركة فورد، أنا فرد مرة قرأت في أزمة النفط أن الشركة طردت 90,000 عامل، 90,000 عامل تحت إدارة إنسان واحد. هؤلاء الذي طردهم من شركته، لأن ما أكو شغل، ما أدري كم عامل عنده. أحد الأصدقاء قال لي يروح إلى اليابان، يقول ذهبت إلى اليابان أريد أشتري، أحد أصدقاء التجار، مواد البناء. يقول ذهبت إلى شركة بناية ضخمة ومدراء في نفس الشركة، قلت كم عامل عندكم؟ قال 500,000 عامل. مو بالقوة، بالاختيار، هذول مو مثل حكوماتنا كثيرا اللي بالقوة جايين، لا أبدا بالاختيار. لماذا هذا الرجل الواحد تمكن أن يستثمر 500,000 عامل؟ لأن هذا الرجل الواحد عنده كفاءة، وهن 500,000 ما عندهم كفاءات. نحن سنذهب ونتفرق في البلاد وفي المجالس لأجل الإرشاد والهداية. إن الشيء الذي يجب أن نوفره في أنفسنا أمران. الأمر الأول العلم بقدر، ولو أن العلم لا يحصل في هذه الأيام القلائل، دائما الناس لا ينظرون تحت لواء غير العلماء، قاعدة كلية. الناس ينظرون إلى تحت لواء العلماء ولو عالم مال قبل 5,000 سنة. إلى اليوم الناس منظرون تحت لواء اليونانيين القدامى. تجد في كل الكتب العالمية قانون أرخميدس في البحر وفي الماء، يقول أرخميدس قانون، قانون أرخميدس في أن أي الأشياء يعوم وأي الأشياء يطفو على الماء. إلى الآن في الكتب المدارس الموسكوية والبكينية والواشنطنية والنيويوركية والكويتية، كلها قانون أرخميدس، رجل قبل 5,000 سنة. الناس دائما ينظرون تحت لواء العلماء. إلى الآن في كتب المدارس، حتى في الكويت أنا رأيت، وفي العراق، وفي كتب إيران، الكتب التي أنا رأيتها ينقلون آراء أفلاطون. أي ربط بيننا وبين أفلاطون؟ أو أي ربط بيننا وبين سقراط؟ أو أي ربط بيننا وبين ديوجانس؟ دائما الناس يذهبون تحت ألوية العلماء، علماء الفقه، علماء الحساب،
علماء جغرافيا، علماء تاريخ، علماء فلك وإلى آخره. الإنسان الذي يريد إرشاد الناس وهدايتهم أول ما يحتاج العلم. لماذا أن الأنبياء هم أعلم الناس؟ سره هذا. لماذا الأئمة هم أعلم الناس؟ سره هذا، لأن الناس لا ينظرون تحت لواء غير العلماء أبدا. من الممكن أن ينظوي إنسان تحت لواء غير عالم لأمد، لكن هل هذا يبقى؟ أبدا ما يبقى. يوم، 10، 20، 50، 100، سنة، سنتين ينفضون من حوله. هذا الشيء الأول الذي نحن بحاجة إليه. وكلما كان الإنسان أكثر علما أحرى بأن يتمكن أن يجمع الناس حول نفسه وحول مبدأه. الآن بلادنا، لاحظوا من يديرها؟ تظنون أن الوزراء يديرونها؟ أو الملوك والرؤساء يديرونها؟ أو الأمراء يديرونها؟ أو رؤساء الجمهوريات يديرونها؟ إنها مدارة من قبل الخبراء الأجانب لا شك، إما خبراء أجانب بريطانيا أو أمريكا أو روسيا أو فرنسا أو اليابان أو ما أشبه، خبراء هؤلاء العلماء الذين يديرون البلاد. لذا في الحقيقة نحن إذا أردنا، إذا لم نرد شيء آخر، أما إذا أردنا أن ينضوي الناس تحت ألويتنا، نحتاج إلى أكبر قدر من الخبروية في كل شيء. شوفوا أمريكا، هذه الدولة المعروفة بحدودها المعروفة، هؤلاء واصلون إلى القمر، شيء خيالي إنسان ينزل على القمر. مع ذلك هؤلاء يلتقطون العلماء من كل مكان بأغرى شيء. إلى اليوم يلتقطون العلماء. أكو فرد دائرة خاصة في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا، في ألمانيا، في كل هالأماكن أكو دائرة خاصة لهذا الشيء تابعة لوزارة الداخلية. هذه الدائرة ماذا تصنع؟ مرتبطة بكل المدارس، يعني الجامعات، والجامعات تعطيه التقرير أن الطالب السعودي الفلاني، أن الطالب الإيراني الفلاني، أن الطالب العراقي الفلاني، أن الطالب المصري الفلاني، هذا رجل متفوق. يعطي تقرير إلى من؟ إلى الوزارة الداخلية. وزارة الداخلية عنده أجهزة خاصة لإبقاء هذا الرجل في بلده بأي ثمن كان، وهو وصل إلى القمر، وفي الاتحاد السوفيتي وصل إلى فوق القمر، ولو ما نزلوا على فوق القمر لكن ذهابهم أقصد. لكن مع ذلك يجمعون عقول الدنيا. كلمة الإمام أمير المؤمنين هم أخذوها وطبقوها ونحن تركناها. الإمام يقول أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. في بلادك أو في بلادي أو في بلاد المسلمين هؤلاء يطاردون العقلاء، يطاردون المفكرين، يطاردون العلماء، يطاردون الدكاترة، يطاردون المهندسين. وأقل أنحاء المطاردة أنهم لا يعطونهم راتبا حسنا ولا يحترمونهم احتراما كافيا، أقل أنحاء المطاردة، بينما هم يحتضنون احتضان بالمال، بالاحترام، بفتح العيادة الله، بفتح المكتب، بارتباطه بمختبر، حتى وأنك عالم دينها يصنعون معك هذا الشيء. إذا عندك كفاءة وأثبتت عندك كفاءة في بريطانيا، هم البريطانيون يحفظونك وأنت مسلم وأنت ضد الكنيسة، لكن هم يحفظونك. نحن في الحقيقة بحاجة إلى تفهم هذا الشيء. الدنيا في يوم ما لم تكن اعتباطية، وإلى اليوم مو اعتباطية. الآن ما يقارب 50 سنة أو 60 سنة في إيران أكو نفط، احترقت قبل 5 أشهر بئر نفط، ما عندهم خبير لإطفاء البئر، وبكل صراحة مدوا يدهم إلى العالم حتى أخذوا منهم خبراء، وقبل ليلتين 3 ليالي قال على أنه تمكن الخبراء من إطفاء البئر.
لماذا 50 سنة وما عندكم من يطفئ بئر النفط؟ ماكو. يقين سمعتهم في الإذاعات والصحف، بورقيبة رئيس حكومة مريض يروح لألمانيا للعلاج، وهواري بومدين رئيس الجزائر مريض يروح لموسكو للعلاج. هذا كله دليل عدم وجود كفاءات، لا كفاءات طبية، لا كفاءات هندسية، لا كفاءات فلكية، لا كفاءات جغرافية، لا كفاءات تاريخية، ولا 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 كفاءات. الناس لا يلتفون حول الجهلة والذين ما عندهم كفاءات، الناس يلتفون حول من عندهم كفاءات. الشيء الأول الذي نحن بحاجة إليه العلم. العلم، في يوم كان عندنا علماء كالشيخ البهائي والمجلسي والمير الداماد والمير الفندرسكي ومن أشبه، كنا كعبة العالم. الآن تجد هل في كل البلاد الإسلامية أكو نسخة ثانية للسعدي؟ دعنا عن كل أحد، ما عندنا، هم عندهم صحيح، الغربيون عندهم اليوم، المخترعون منهم، المكتشفون منهم، العلماء منهم، المربون منهم. أكو كتاب جميل، اقرأوا هذا الكتاب، الذي يعرف الفارسية منكم والذي لا يعرف الفارسية يجب أن ينتظر حتى يترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية. في هذا الكتاب، اسم الكتاب إمام الصادق مغزي متفكر جوهان الشيعة، 25 من الغربيين كتبوا هذا الكتاب حول الإمام الصادق، وكتاب جميل إلى أبعد الحدود وإن كان فيه بعض النقاط. في هذا الكتاب يذكر، يقول عالم ألماني جاء إلى إيران وبقي في إيران 40 سنة، وفي أرياف إيران، مو في المدن، في الأرياف، وهذا يحصي ويكتب ويشكل النباتات الإيرانية، نباتات، عالم نباتات، صيدلي. يقول في 40 سنة في الحر، في البرد، في المطر، في الثلج، في كل الأحوال، في الجبال، في الغابات، في الوهاد، حتى تمكن أن يصنع ما لم يصنعه أسلاف الإيرانيين ولا المعاصرون. ما هو؟ جمع 3000 قسم نبات وصورها في 40 مجلد. والكتاب باللغة الألمانية، يقول إلى الآن مو مترجم للغة الإيرانية. لماذا؟ غير ماكو كفاءات؟ يعني لازم ترد رجل ألماني يأتي إلى إيران ويقول في إيران كم قسم نبات موجود، ويصرف من وقته 40 سنة. كفاءات ما عندهم، كفاءات ما. لهذا هم الذين عندهم كفاءات، وهم الذين استعمرونا، وهم الذين استثمرونا، وهم الذين سيطروا علينا. نحن بحاجة ماسة إلى العلم، وهذا الكتاب سوف يترجم قطعا إلى اللغة الإيرانية. يقول جاي بالتصوير، يصور الوردة، وردة 3000 قسم نبات مو مسبوق في الإيران، في إيران، وهذا الكتاب هو مؤلفه، يعني مترجمه إيراني، وينقل هذا الشيء، وهو رجل جدا خبير وينقل هذا الشيء في كتابه، راجعوا كتابه. كفاءات ماكو، 4 كلمات وخمس قصص، 3 معلومات وانتهى كل شيء، وظن أنه كل شيء. إذا الناس لا يلتفون حوله، مو بالقوة. التفاف الناس حولك وحولي مو بالقوة أبدا. التفاف الناس يحتاج إلى كفاءات، إلى علم، إلى معرفة، إلى فكر. هذا الشيء الأول الذي نحن نحتاج إليه، ونحن الآن نذهب إلى المجالس لأجل الإفادة ولأجل الاستفادة. الإنسان الذي يجلس تحت منبرك وتحت منبري يريد منك مطلبا جديدا، تطبيقا لحديث أو آية أو رواية جديد. جاء بقصة جديدة في قصة الطفل الرضيع، قصة جديدة من الحياة اقتطفها واربطها بقصة الطفل الرضيع، شوف الناس يبكون أو لا يبكون.
هم نفس القصة ونفس الحجم ونفس البريز ونفس الشعر ونفس ما قبل 30 سنة. من الطبيعي لا تفنص، من الطبيعي أن مجالس الحسين صار مظهر للعجزة، لأن الإنسان حتى أنا شخصيا حقيقة أحيانا أروح للديوانية، وحتى أنتم كلكم أحيانا أروح للديوانية أريد أقرأ أشوف شكو ماكو جريدة، اليوم شنو، اليوم خميس، أشوف الجريدة ما الأربعاء ما أقرأ، يقول هذا عتيق صار، ما الأربعاء عتيق، أما ما قبل 30 سنة وما قبل 50 سنة مو عتيق، عتيق صار أبدا. نحن بحاجة إلى أن نكون أناسا. شوف الأئمة الطاهرين، كل إمام عنده فرد لون جديد، الرسول له اللون، علي له اللون، الحسن له اللون، فاطمة لها اللون، الحسين له اللون، السجاد له اللون، كل واحد نفس الدين نفس الإيمان نفس الفضيلة نفس التقوى، كل واحد صبوه في قالب حديث، هذا في قالب الدعاء، هذا في قالب العلم، هذا في قالب الخطابات، هذا في قالب الحرب، هذا في قالب السلم، هذا في قالب المباحثات، هذا في قالب المجادلات، أي واحد صبه في قالب حديث. وإلا سمعنا على الإمام الصادق نفس الشيء، ثم جئنا على الإمام الرضا نفس الشيء، قلت ثم جئنا على الإمام الهادي نفس الشيء، قلت سمعنا مرة سمعنا وانتهى خلص. المهم الشيء الأول، وفي الحقيقة قسم من الناس يقولون ماكو علوم، العلوم أكو عدد الرمل والحصى والتراب، على قول الشاعر كنا نحفظ المغني ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب. علم ارتباط يومي، اكتشاف حديث مربوط بآية، مربوط برواية، مربوط بقصة تاريخية، مربوط بشيء جميل وجديد. هذا شيء الأول، هذا ولو أنه مو في هالأيام القليلة إلى محرم، نقول كمنهاج عام، ونقول كما يتطلبه المستمعون والناس، هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني الذي نحتاج إليه الارتباط بالناس. أكو حديث، أعجز الناس من عجز عن اكتساب الأصدقاء، وأعجز منهم من حصل على الأصدقاء ثم تركهم. هذا أعجز من ذاك الشخص الأول. أصول الديمقراطية في عالم اليوم وأصول المجالس الاستشارية في العالم الإسلامي على الارتباط بالناس. بقدر ارتباطك بالناس أنت ناجح، وبقدر عدم ارتباطك بالناس أنت فاشل. بكم أنت مربوط؟ هل مربوط بالعلماء؟ هل مربوط بالخطباء؟ هل مربوط بالأثرياء؟ هل مربوط بالتجار؟ هل مربوط بالموظفين؟ هل مربوط بطلاب المدارس؟ هل مربوط بالنساء؟ هل مربوط بالشيبة؟ بقدر ارتباطك معهم. حقيقة هذا شيء أني وجدته عجيبا في الحياة. ذات مرة أحد الأصدقاء قبل 3 أشهر 4 أشهر أحد الأصدقاء قال لي أن فلانا مريض في مستشفى المواساة، نتروح على زيارته؟ قلت نعم نروح على زيارته، صديقنا من الشيبة. ذهبت إلى زيارته، كان الجماعة أيضا قاعدين عندي، رحب بي فرد ترحيب كبير ثم رجعت. بعد يومين جاء وقال لي هل تعرف نتائج هذه الزيارة؟ قلت له أزور صديق وأعرف صديق. قال هذا الصديق كان تاركا لصلاتك منذ مدة والراجع عن تقليدك منذ مدة، لكن لم أخبرك به لأنه رايح إلى بلد وتكلم معه وترك التقليد وترك الصلاة. لكن وقت اللي رحت إلى زيارته ورجعت في نفس المجلس قال لأصدقائه الجالسين، قال عجيب شلون هؤلاء قصوا علي. وما علي بن أبي طالب ومع سلمان ومع أبو كذا أبو ثمامة ما أدري شنو ومع شبث بن ربعي، لا شبث بن ربعي من أصدقاء رسول الله ومن تلاميذ رسول الله ومن الذين أسلموا على يد رسول الله،
وأشعث بن قيس وما أدري من ومن ومن من الأخيار والأشرار. الرسول كان صديقا معهم جميعا، أخذ من هذا بنتا وأعطى لهذا بنتا وأعطى لهذا مالا وأعطى لهذا منصبا وأعطى لهذا رئاسة، حتى تمكن أن يلف كل هؤلاء حوله فيهجم بهم على الشرك. كثرة الأصدقاء، نحن نذهب إلى بحرين، نذهب إلى الكويت، المناطق المختلفة في الكويت، نذهب إلى مسقط، نذهب إلى السعودية، نذهب إلى أي بلد، كربلاء، نجف، طهران، قوم، أي بلد، في أي بلد أكون 100 اتجاه، هذا لا شك فيه. يقولون إن الله سبحانه وتعالى كما خلق صور الناس مختلفة خلق أفكارهم مختلفة، هذا لا شك فيه. حتى على مائدة واحدة إذا جلست وهناك أكو 4 ألوان من الفاكهة، ترى كل إنسان يشيل فرد قسم من الفاكهة أو فرد لون من الفاكهة ويأكل فرد لون من الفاكهة. روح إلى المطاعم شوف 20 شكل طعام أكو وكلها ينفد مغربا أذواق، واذهب إلى البزاز شوف 100 قسم قماش أكو وكل واحد يشيل فرد شكل قماش. عقولهم الناس هكذا أيضا، العقل الصغير والعقل الكبير. لماذا أكو في الأحاديث الإيمان 10 درجات؟ يعني شنو الإيمان 10 درجات؟ الإيمان شيء واقعي. ولماذا أكو في الأحاديث لو علم سلمان ما في قلب أبي ذر لقتله، ولو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، رواية الطرفان أكو في البحار موجود أكو، لو علم سلمان ما في قلب أبي ذر لقتله، ولو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله. لماذا؟ وكلاهما من أخص أصحاب رسول الله وأخص أصحاب علي، وكلاهما مات في سبيل قضية إسلامية. أبو ذر مات هكذا وسلمان مات هكذا في قصتين مشهورتين. نحن بحاجة إلى حالة استيعابية، حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حالة الاستيعاب. في أي بلد الألوان موجودة؟ الآن أنا ما أريد أبين الألوان الموجودة في الكويت، في نفس الكويت لون ولون 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 ممتدة منذ 100 سنة، منذ 150 سنة، منذ 50 سنة، منذ 70 سنة، منذ 80 سنة، ألوان شيء معروف. الشيء الثاني، نحن بحاجة إلى كثرة الارتباط بالاجتماع. أنت مرتبط بالاجتماع، ارتبط به أكثر. أنت غير مرتبط بالاجتماع، ارتبط بالاجتماع أكثر. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أن حسان بن ثابت، حسان بن ثابت ينقل في أحواله أنه كان رجلا جبانا إلى أبعد الحدود، حتى أن ذات مرة في قصة طويلة صفية عمة رسول الله قتلت يهودية. صفية قالت لحسان اذهب إليه واقتله، في قصة. حسان قال يا صفية إني رجل أخاف هذه الأشياء، مو مال الحرب، خلق الله للحروب رجالا ورجال لقصعة وثريد. فلم يذهب يقتله. من؟ حسان، يهوديا كان ضعيفا. صفية أخذت عمودا وهاجمت اليهودي وضربت رأسه بالعمود فقتل اليهودي، قتل قتل خلاص. بعد ذلك جاءت صفية وقالت لحسان إنه رجل وأنا امرأة لا أتمكن من تجريده من ملابسه، وقد قال رسول الله من قتل قتيلا فله سلبه، اذهب واسلبه ملابسه، درعة سيفة ملابسه. قال يا صفية إني أخاف من الميت كما أخاف من الحي. في النهار واضح حسان كان جبانا إلى هذا الحد من البعد. وينقل المؤرخون في أحواله أنه كان يصبغ هنا من لحيته فقط باللون الأحمر، ويصبغ شاربه باللون الأحمر فقط. كان يقال له يا حسان لماذا هذا؟ كان يقول كأني أسد والغ في الدم. هذا الرجل المعروف. ورسول الله يعرف أن هذا الرجل ماذا؟ ينحرف،
لأنه قال له لازلت مؤيدا بروح القدس ما دمت مادحنا، يعني يعرف أنه ينحرف. مع ذلك الرسول كان يستثمر هذا الرجل في شعره فقط، خلاص لا أكبر ولا أقل. صداقة هذا الرجل ماذا ينفع رسول الله؟ شعره لا بأس، خليكن شعره. يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا، وإلى آخر القصيدة المشهورة. الحقيقة اللي نتعلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الارتباط، لأن الارتباط بالناس قوة، وبهذه القوة تتمكن أن تنفذ المقاصد الإسلامية بقدر. البلاد الغربية لماذا هم سادة؟ قلنا لأنه كفاءات. الكفاءات من أين جاءت؟ من الديمقراطية، الارتباط بالناس، الارتباط بالناس. الأخ الليلة البارحة ينقل لي أن كارتر في التلفزيون فتاة صغيرة في حشد كبير من الناس قالت له لي عندك سؤالان، قال فضلي. السؤال الأول قال لماذا أنتم تذلون أنور السادات؟ فتاة تسأل من كارتر وراء التلفزيون وهو مجبور يجاوب، لأن ديمقراطية في بلادهم، يعني ارتباط بالناس في بلادهم. الارتباط بالناس أظهرت الكفاءات، الكفاءات سيطرت على العالم. كلمتان، كفاءات سيطرة، انتهى كل شيء. نحن بحاجة في الحقيقة إلى تبدل الجيل، الآية الأولى التي قرأناها، لأن الجيل السابق، ما أقصد شيبتنا، إحنا الجيل السابق نقصد، لأننا مو صالحين للحياة. والله تعالى ما يسلم زمام الحياة إلى أناس غير صالحين أبدا. أنا رأيت في كربلاء خطيبان، أحد الخطيبين غير كفء، والخطيب الآخر شيخ عبد الزهراء رحمة الله عليه. شيخ عبد الزهرة طفل صغير وإذا به يصعد إلى اليوم، وذلك الخطيب كان له مجلس 20 واحد أو 50 واحد يحضرون في مجلسه في أيام الازدحام، وانتهى كل شيء. الحياة لا تدور حول أناس فارغين، الحياة تدور حول أناس علماء مربوطين. إذا كنت عالما مربوطا بالناس الحياة يدور حولك، تدور حولك. وإذا لم تكن لا. إننا بحاجة في هذا الشهر الذي يأتي وهو شهر محرم، وأكثرنا مربوطون بالمجالس إما منبرا وإما خدمة، لأن الخدمة أيضا مرتبط بالمجلس، بمجالس الحسين. نحتاج إلى شيئين: التعبئة من العلم، كلما كان أكثر فهو أحسن. الشيء الثاني الارتباط بالناس، كلما كان أكثر فهو أحسن في تمشئة مبادئنا الإسلامية والدينية والحسينية وما أشبه. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى.